طب معانا التليفون كده، قول الو. الو، الو، السلام عليكم. السلام عليكم يا بدارة. شمس، مساء الخير. ازيك يا شمس؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بدر، وحشني وحشني، اخبارك ايه؟ ازيك يا بدر؟ ما بتسمعوش وتكلموش بعض بقالكوا فترة ولا ايه؟ ده بقالي كتير قوي ما شفتش من رمضان 85. لا يا اخي. اخبارك ايه يا حبيبي؟ ازيك يا ايهاب؟ كل سنه وانت طيب. انت جيت ولا لسه؟ كابتن بدر رجب، طبعا بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. مسهرينك في الامارات شويه، ولكن مداخله مهمه طبعا مع كابتن شمس واجيال ما تتنسيش في النادي الاهلي. حبيبي حبيبي، طبعا شمس من اللعيبه اللي كانوا مميزين في الناشئين، ولي معايا ذكريات كبيره جدا، بالذات الجيل كفاح الناشئين في النادي الاهلي. يعني احنا يتقال علينا جيل المكافحين الناشئين في النادي الاهلي، لان احنا قابلنا عمالقه الزمالك وعمالقه الترسانه وعمالقه الاسماعيلي وكنا لسه صغيرين، وحققنا بطوله في اول ظهور لينا للنادي الاهلي، بطوله كاس مصر، وكانت في شهر رمضان الكريم. كل سنه وانتم طيبين مبدئيا، يعني وكل الاهلاويه وجماهير مصر وكل مصر طيبه. وذكرى لا تنسى، ناشئين النادي الاهلي كسبوا عمالقه نادي الزمالك. يمكن دي كانت بدايتنا انا وشمس وبدر وتاثير وعلى عاطف صادق وابراهيم وحسام وسعد ومحمد السيد ومحمد مرزوق والقباني، مش عايز انسى حد يعني، ومحمد عبد العزيز، ناس كتير جدا كانت بتلعب معانا، وجيل ما يترفيش يعني، وجيل مثل النادي الاهلي كتير على فكره. ومن ضمن الحاجات السعيده اللي حصلت ان احنا اتقيد في الجيل ده 14 لعيب في الدرجه الاولى في النادي الاهلي. ده صحيح. طبعا اذا ذكر الكابتن بدر رجب بقى ذكرت المواقف، وخاصه المواقف الطريفه والمواقف التي لا تنسى. بدر كان اخف دم فينا في المجموعه بتاعتنا. هو بيلحقك بس بيقدمك كده عشان ايه؟ هو محمد السيد اخف دم، وهو اللي كان مسيطر. انت فاهم بقى، عشان ما تقولش الكواليس، هو مكانش حد يقدر يهزر معايا، بس انا كنت بفطس بده. بدر ومحمد السيد كانوا حكايه يعني. احنا كنا عفاريت يا رامي، عشان احنا كنا صغيرين، وانت عارف الصغيرين تملي عفاريت. انا ومحمد السيد احكي لك واحده على شمس جامده قوي على فكره. قول يا كابتن، اتفضل. على مين؟ بعد عليك يا كابتن، اوعى اوعى. خد راحتك يا كابتن. بعد ما خدنا كاس مصر، فكنا قاعدين في الكافيتيريا، فالله يرحمه الكابتن محمود الجوهري المدرب العظيم، الله يرحمه، يا رب يرحمه ويغفر له ان شاء الله. يا رب يا رب. وكان موجود العظيم الكابتن رئيس النادي الاهلي الكابتن عبد الصالح الوحش، الله يرحمه، او كان بره الرئاسه يعني. المهم جه الكابتن جوهري كان بيهزر معانا وكده، وبعدين الكابتن عبد الصالح الوحش جه قال بدر وشمس ولعيبه كويسه وبتاع، بس بدر بيلعب، شمس ليه ما بيلعبش؟ بيسال الكابتن محمود الجوهري. الكابتن جوهري ما لقاش حاجه يعني. كان طبعا موجود لعيبه عمالقه كبار يعني، الكابتن مصطفى عبده وناس كبيره طبعا، مش هيقول ايه، عبد المنعم، مع عمالقه اساستنا في الكوره يعني، اللي علمونا الكوره طبعا. الكابتن جوهري ما كانش عارف يرد له على الكابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه. وراح بص كده، شمس واقف طبعا على ملاك، الكابتن عبد صالح موجود واقف، قال لك استنى الدعم برضه، واقف بالكرسي وراه. فراح الكابتن جوهري طاير مد الكابتن شمس كتف، فراح ايه واقع بالكرسي، قال ما بيلعبش عشان كده. بعد ما وقع على الارض بقى خلاص. طبعا هو مش لاقي حاجه، هي يوم الصوره دي، يوم الصوره دي، يوم الصوره دي بالظبط. فكعبت بالكرسي فراح واقع، قالوا ما بيلعبش عشان كده. طبعا. لكن انا عايز اقول حاجه، ان اتفضل يا كابتن، شمس كان لعيب مميز وبالامانه يعني، وكان مؤدب جدا. شمس من الناس اللي مؤدبه جدا، الله يخليك، واخ وصديق، واخوه كابتن بدر حامد طبعا ثاني عن التعريف، كابتن طبعا، وكابتن شمس وكابتن بدر، ويعني فعلا ناس كويسه، ناس محترمه جدا. وسعيد جدا بان انا النهارده معاكم في قناه النادي الاهلي، بيتي ومطرحي، بدور اسمه بدور لعيبه مصر. يا بدور، يا حبيبي، انا سعيد بيك يا حبيبي النهارده، اللي انا سمعت صوتك وسلمني على الجماعه اللي عندك في الجزيره في ابو ظبي، كلهم حبايبي. ربنا يخليك يا حبيبي. وان شاء الله لما ترجع لازم تكلمنا وتعمل اليوم اللي انتوا عملتوه السنه اللي فاتت وانا ما حضرتوش. حقك علينا يا شمس، هنوقعك من على الكرسي تاني، خد بالك. ماشي، اوكي، ما عايز اوقعك من على الكرسي تاني. تاني، وزقني على الكرسي، مش مهم. ماشي يا بدور. كابتن بدر، طمنا عليك بقى في الامارات، وعايزين طبعا كل جماهير النادي الاهلي المتابعه تعرف الكابتن بدر موجود في الامارات طبعا،
يعني مسؤول احدى قطاعات الناشئين، واسيبك انت تطمن جميل النادي الاهلي عليك. الحمد لله يا كابتن، احنا في نادي الجزيره، انا شغال في نادي الجزيره الاماراتي، وعملنا شغل كويس الحمد لله. اللي اتعلمناه في النادي الاهلي، كل الخبرات اللي خدتها في النادي الاهلي نقلتها لنادي الجزيره في الامارات. عندنا قاعده قويه جدا من قطاع الناشئين في اكاديميه ومدرسه الكوره، عندنا اكبر لعيبه واكبر اعداد في منتخبات الامارات. الحمد لله في 8 من ولادي دلوقتي بيلعبوا في الدرجه الاولى في الدوري الممتاز في نادي الجزيره، وده نتاج شغل 10 سنين. الحمد لله سعيد جدا بالتجربه في نادي الجزيره. الناس اللي موجوده ناس متعاونه جدا، وناس بتتفانى وبتخلص لنادي الجزيره، بالتالي احنا مش هنبقى اقل في الاخلاص والتفاني، ان احنا كل اللي اتعلمناه وكل الخبرات العمليه والعلميه اللي اتعلمناها بننقلها لقطاع الناشئين في نادي الجزيره، وبالتالي ده عايد على الدرجه الاولى في نادي الجزيره، وعايد على الكره الاماراتيه بالنسبه للمنتخبات الوطنيه اللي موجوده. شكرا كابتن بدري، شكرا الحمد لله. شكرا على وجودك معانا، وبالتوفيق ان شاء الله.